موقع 5 بليون، الموقع ده بيديك 400 دولار بمجرد ان انت تسجل. هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ هل الموقع هيدينا الفلوس ديت ام ان هو بيضحك علينا؟ الفيديو ده طلب من اصدقائي ان انا اتكلم عليه، ففي الفيديو هنتكلم عن موقع 5 بليون وازاي بيشتغل، وهل فعلا بيديك الفلوس اللي هو بيقول لك عليها ديت ولا لا. لكن قبل ما نروح للكلام ده كله بدون انترو يا جدعان، انا عايزك بس تفتح كده صندوق الوصف، هتلاقي شويه حاجات منها الانستجرام بتاعي، الفيسبوك، التيك توك، قناتنا، الفيلم في حدوته، ملخصات افلام، برضو الحاجات دي كلها هسيبها لك تحت، هتلاقي لينكات كده، ادوس على كل لينك وخش تابعني عليه وبس كده. ونقول يلا بينا. اول حاجه، الموقع ما ينفعش تشترك فيه الا من خلال رابط احاله، بمعنى ان انت عشان تاخد ال 400 دولار لازم حد يكون باعت لك لينك بيقول لك سجل في الموقع. طب ما فين اللينك يا احمد؟ يا عم استنى، انا عارف ان انت لو حد جديد هتقول لي كده، انما انت لو حد متابعني هتعرف ان انت لازم تتفرج على الفيديو للاخر عشان تفهم الموضوع ماشي ازاي وما يضحكش عليك كمان. 400 دولار اول ما هتسجل بس كده من خلال اللينك. طب تمام، الناس اللي هتسجل من خلالك دول انت هتاخد منهم ايه؟ انت هتاخد منهم 100 دولار، انت متخيل معايا؟ طب شوف بقى الكبيره، كل واحد ما يسجل من خلال الناس التانية خلاص انت جبت، خلاص هو بقى جاب واحد تاني او اتنين او تلاتة، انت هتاخد ايه؟ هتاخد 5 دولار من الناس اللي هم هيجيبهم لك واللي بعده، عامل زي مثلث هرمي كده، انت في الاول والباقي بقى تحتك، وبتاخد من كل واحد هم بيجيبوه. طب الموضوع ده فعلا بيدي فلوس ولا لا؟ بص يا جدعان، اول حاجة انت اول ما هتسجل كده هتاخد 400 دولار. انا اول ما هسجل مثلا في موقع هاخد 400 دولار، انت متخيل معايا كم من الناس اللي هتسجل هياخد 400 دولار؟ طب ايه الفايده او الموقع هيستفاد بيه؟ الموقع بيستفاد من الايميلات بتاعتكم، معظم الموقع كده، معظم الموقع اللي طالعه في الموضوع كده برضو، ان هم بيبعتوا اعلانات ليكوا على الجيميل بتاعكم، بيبعتوا بيستفادوا من الايميلات ان في عدد كبير جدا شغال والموقع مش عارف يقول الكلام ده كله. اول حاجه مفيش حد بيدي 400 دولار بمجرد انت تسجل في الدنيا كلها، مفيش يا جدعان، مفيش الكلام ده. 400 دولار مبلغ كبير، زائد على كل واحد هتجيبه هتاخد 100 دولار، يعني انا لو جبت 20 واحد هاخد 2000 دولار، يعني لو 200 يا نهار ابيض انا هخرب بيتهم يا عم، ايه ده؟ الموقع فكره بتاعته او فكره الموقع اللي شبه ال 5 بليون يا جدعان قايمه على نفس الموضوع، ان انت بتاخد او بتدخل تسجل بيبعت لك اعلانات وبيستفاد منك في الحاجات الترويجيه ليه او لغيره، فالموضوع كله فيك يا جدعان مش حقيقه طبعا، لانه مفيش حد هيديك 400 دولار وعلى كل واحد تجيبه 100 دولار، مفيش الكلام ده طبعا الا انت لو شغال في حاجه فاهم. فبس كده يا جدعان، ده موقع 5 بليون، واتمنى ان انا اكون جبت لك الموضوع في حاجه بسيطه كده بس كده. اتمنى الفيديو يكون عجبك، ولو انت عندك اي موقع، اي تطبيق، اي حاجه عايز نتكلم عليها سيبها تحت في الكومنتات بس كده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. سلام.